مساء الخير طارق. مساء النور. ازيك يا بابا؟ انت ما تردش عليا ليه يا ابني طول النهار؟ وسايب لي ياسمين هي اللي شايلاني فوق راسها. معلش يا بابا. ما تقولش كده يا عمو. ليه يا بنت؟ وخطيبك ملوش حق عليكي؟ ايه ده؟ انت اتخطبتي؟ ده لسه كلام يعني. هو انت ما بتبانش ليه؟ محدش بيشوفك من ساعة ما خرجت من المستشفى. لا ما احنا هنشوف بعض كتير الفترة الجاية. طيب بقى انا همشي بقى، عايزين حاجة؟ معلش لو سمحت يا بنت، بس خدي لي الشريط ده وهدي لي زيه وانت جالي بكرة. عارفاه. ماشي يلا تصبحوا على خير. مع السلامة يا بنتي، ربنا يصلح طريقك.